هدوء السبت المعهود بدولة الاحتلال لن يعود كما كان، وتاريخ 7 أكتوبر سيحمل في طياته ذكرى جديدة في عمر الصراع عنوانها طوفان الأقصى. تحت الجدران وداخل حاويات القمامة وفي أي جحر قد يصلح للاختباء، هرع الصهاينة خوفاً وهلعاً بعد أن فاجأتهم المقاومة بالانقضاض وتطويقهم في عقر تحصيناتهم وخلف الخطوط. مشهد يضاف إلى مقاربة قلب الموازين التي تعكف المقاومة الفلسطينية على ترسيخها، لكن هذه المرة تم التأكيد بما لا يدع مجالاً للشك أن الداخل الصهيوني أهون من بيت العنكبوت، لتوجه بذلك المقاومة ضربة قاضية لاحتلال لطالما تشدق بزعم أنه الأقوى والأكثر عدة وعتادا. الهجوم المفاجئ هذا أربك جيش الاحتلال وأدخله في عجز غير مسبوق، أعلن إثرها حالة طوارئ علّه يستدرك ما فشلت أجهزة استخباراته في توقعه، وعمد لقصف عشوائي على قطاع غزة، غير أن المقاومة استمرت في دك مواقعه برشقات صاروخية تجاوز عددها 3000 في أماكن مختلفة بالداخل الفلسطيني المحتل، مخلفة عشرات القتلى ومئات المصابين. واجتاحت عدة مستوطنات بغلاف قطاع غزة، وما زاد من ذهول جيش الاحتلال وجعله مكتوف الأيدي. تطور أساليب ومعدات الهجوم لدى المقاومة وتمكنها من حيازة وتطوير أسلحة تكتيكية دقيقة براً وجواً، تطور أعيد معه ضبط عقارب الزمن على ساعة تحرر فلسطين.